والاستاذ صلاح السعداني الله يديله الصحه، ودكتور يحيى الفخراني. من هنا بقى ايه بقى ابتديت اتعلم دكتور يحيى الفخراني نصف ربيع الاخر، نصف ربيع الاخر وعلي بابا وعلي علي الف ليله وليله والف ليله وليله طبعا. علمني يعني ايه ابقى سهل ممتنع. ازاي؟ قال لي احفظ الكلام وانساه وخش جوه المشهد. الممثل اللي قدامك هيقول الجمله، هتلاقي باي نيتشر بالفطره كده انت بترد الرد السليم فهتتصدق. قال لي طالما انت مصدق نفسك هتتصدق. دكتور يحيى الفخراني هو اللي رمى الخرسانه بتاعت احمد السقا. واستلمني بعد كده العدل جروب، دكتور محمد العدل، دكتور مدحت العدل، الاستاذ جمال العدل، عم سامي العدل رحمه الله عليه، تبنوني بقى وابتدوا ينتجوا لي افلام ولا اخره. واشتغلت مع مدام اسعاد يونس، اشتغلت مع ناس كتير. وكان من حظي كانت الفتره بتاعتنا كل ممثل بيمسك في كروه، يعني يقعد مع مخرج فتره طويله مع انا مش لاقي حد يخرج لي لسه برضو، يعني ما يعني بقول لسه بحط رجل. فدي كانت سبب سعدي برضو، لان ابتديت اعمل فيلم هنا مع ده، فيلم مع ده، فيلم مع ده. فتعلمت من اتعلمت من الاستاذ شريف عرفه ومن الاستاذ عمرو عرفه ومن ساندرا نشأت ومن كامل ابو ذكري ومن احمد صالح ومن خالد مرعي. اشتغلت مع مجموعه كبيره جدا 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 من الساده المخرجين، يعني طبعا مش عايز انسى اسم حد، اخيرا وليس اخيرا احمد نادر جلال. يعني اشتغلت مع مجموعه كبيره جدا من الاساتذه المخرجين، كل واحد فيهم علمني، طارق العريان، كل واحد فيهم علمني حاجه.